احنا عندنا طلب اخير. قولي كده يا ساره تاني. مين قولوا لي الاسئله. الميزان؟ الميزان احنا ما قلناهوش. لا غالبا قلناه قلنا بسرعه ما قلنا قلنا سمعوش. قولي بسرعه بقى الميزان. تصدقوا فعلا هم كتبوا في البدايه الميزان بيحب راحه باله من الابراج الرايقه. خلاص الميزان يتصالح حب لو الناس ما طلعتوش الرايقه. غلطان. يعني عايز تصالح الميزان قول له انت على الحق، انت صح، قلت له انت اللي كنت غلطان في الزعل ده، عمره ما هيصالحك. عايز تصالح، الله والله ان كان عندك حق، انت بتغلط يا عم الحاج، ما تطلعش الميزان غلطان هيصالحك بسرعه. طلعته غلطان وجبت الخطا عليه والحق عليه. يا جماعه الميزان ما بيحبش يبقى انا غلطان ولا من الابراج اللي بتعترف بخطأها، ويوم ما هتضطر يبقى الميزان تعترف لا يعترف بخطأها بالخطأ، هتقولها بالعافيه. بيعترضوا عليكي. لا يوم ما يعني انت ضغطت عليه عشان يعترف بخطأ هيلف ويدور وتنهج معاه، يلف في الاخر لو لقى نفسه مضطر خلاص انا اللي غلطان. لكن هو من الابراج اللي كاسره مرايتها، ما بتبصش في مرايتها خالص، ما بتشوفش نفسها غلطانه خالص، هي دايما على حق عشان هم ميزان ودبلوماسيين والحق والعدل وكده. لكن في ارض الواقع على فكره انا عايزه اعمل حلقه يا سهير ما بين العلم بيقول ايه عن البرج، لكن البرج ده في ارض الواقع الميزان العلم بيقول ان هو دبلوماسي وعادل، لكن في ارض الواقع ما بيشوفش نفسه غلطان خالص. ودي في حلقه. ابراج تانية كتير ما بتشوفش نفسها كده برضو، مش بس الميزان. في فرق ما بين العلم بيقول ايه، علم الفلك والواقع والابراج حاضر. بيقول ايه، والابراج في الواقع ما بتقول بنجيبش ايه. السيرة، ودي احنا حلقه بنقول على اوعدكم بيها على الميزان عموما، ما حددناش حد. الموازين كلها كده. طيب احنا وقتنا خلص. والله قاعدة معاكي ظريفة وجميلة. الأسبوع اللي جاي أنا إن شاء الله هبقى موجودة. ليه؟ الأسبوع الجاي هتبقي موجودة إن شاء الله، يوم الأربعاء هتبقي موجودة. لا أنا الأربعاء هبقى موجودة. أسبوعك اللي جاي عايزين نتكلم فيه. لا لا أنا هشوفكم الأربعاء اللي جاي ده، نسيت لازم أقول لكل مشاهدينا، هطلع كده إجازة سريعة وأرجع الأربعاء اللي جاي إن شاء الله. هتوحشوني. أشوفكم.